يقال أن الرجل يبقى طفلا في عين أمه مهما كبر سنه، وكذلك الأستاذ يبقى في عين تلاميذه معلمهم حتى ولو بلغوا من العمر عتيا، ما يؤكد صحة المقولة الثانية هي المبادرة التي شهدتها ولاية البويرة والتي تمثلت في تكريم معلم يبلغ من العمر 88 عاما من طرف تلميذه صاحب 70 سنة. قمنا بهذا اللقاء لتكريم قدماء المعلمين المتقاعدين واللي كانوا أعطوا دفع للمدرسة الجزائرية أيام الشدة، وعلى هذا لابد أن نحترم مجهوداتهم وأن نكرمهم وأن نشكر فضلهم علينا. هذا اليوم يذكرني بالجهود التي بذلها سلة من المعلمين القدامى، كما أشعر بأن الشعب الجزائري لا ينكر فضل من سبقوه في العمل وبالإيمان. الحفل التكريمي من تنظيم جمعية أمال لمتقاعدي التربية لولاية البويرة، وتميز بتقديم أنشطة متنوعة وتكريم حوالي 30 معلما وأستاذا متقاعدا من الرعيل الأول للأسرة التربوية بالولاية. هذه أول مبادرة لكرم المعلمين. نشكر الجمعية على التكريم، وحنا ما درنا غير الواجب. في نفس الوقت حنا التكريم لا يهمنا التكريم المادي، إنما يهمنا هذا التكريم اللي استطعوا باش يجمعونا ونشوفوا بعضنا بعد فراق طويل. المعلم هو القدوة والدليل، هو المنور للطريق، كاد المعلم أن يكون رسولا. هي مبادرة طيبة لقيت استحسان الجميع، خاصة وأنها تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الولايات.